السلام عليكم خوتي خواتاتي توجور من قناة أساس ثقة. اليوم جانا الأخ مدير علاقات العامة، هذو خوتنا من السودان، واليوم جاو عندنا للمحل، وهذا من فضل الله اللي لحقوا لينا. شيخ تفضل كلمة لي. جزاكم الله خير. الحمد لله شكرا لله رب العالمين، نشكركم على حسن الاستقبال. الله يسلمك. الله يجزيكم خير. حقيقة الأثاثات جميلة جدا، فتكاد تجاري العالمية وأفضل منها، يعني حقيقة أفضل من المستورد بمراحل كثيرة. فنشكركم على استقبالكم الجميل. الله يسلمك. وثاني التفاوض في البيع، يعني أنا زرت أماكن كثيرة، حقيقة لم أجد إنسان يخفض لي الأسعار كما أنتم، يعني حقيقة يعني مش عشان قدام الكاميرا. جزاكم الله خير يعني لهذا الكرم والخيار. نزل الله لكم التوفيق إن شاء الله. إن شاء الله. والتقدم والجزائر الحفظ إن شاء الله. الله يعطيك الخير، بارك الله فيك. والأخ وش قلنا كلمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. عليه الصلاة والسلام. نشكر إخوتنا في المكان بتاع بيع الأساسات. أثاث ثقة. أساسات ثقة، على هذه الكرم وعلى هذا التفضل الجميل، وإنه أساساتهم جميلة بحق وحقيقة، وتضاهي العالمية كما تفضل السيد الأخ. ان شاء الله. وانه حاجات جميله وحاجات راقيه تواكب التطور في هذا العام من 2020. نزل لهم التوفيق والسداد، ونزل للجزائر الحفظ. ونشكركم على هذه الحفاوه وهذه الضيافه وعلى هذا التفضل. وفي الختام نتمنى لهم الازدهار والتقدم ومزيد من البيع والتطور والنمع، وشكرا جزيلا. بارك الله فيك. وخوتنا من السودان، وحنا نقول لهم هذه بلادكم الثانية، وحنا نقول لكم احنا في الجزائر هذا منتوج بلادنا، وانتوما مرحبا بكم عندنا بلادكم الثانية الجزائر. وحنا واش نقول لكم خوتي خواتاتي، احنا ماذا بينا ان شاء الله مصنوع انتاج بلادنا ان شاء الله يخرج في السودان، يخرج للمالي، للنيجر، ماذا بينا ان شاء الله كاع البي عرب ان شاء الله يسمعوا بينا، وان شاء الله يفرحوا بسلعتنا، وحنا هنا في خدمه الجزائر. خوتي خواتاتي، حنا توجب الخدمه تاع الثقه، راهي في خدمتكم 24 ساعه على 24 ساعه. تابعونا في اليوتيوب في الصفحه كثرونا لي جيم، وحنا هنا في الخدمه. سلام.